قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، سؤال عن الأخطار التي تواجه مغاربة التغرين المحتلين سبتة ومليلية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا. تفضل السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد رئيس. السيد الوزير المحترم، المواطنون والمواطنات المغاربة يتعرضون بالثغرين المحتلين بكل من سبتة ومليلية لهجمة شرسة تستهدف هويتهم الوطنية والدينية. هذا الأمر اللي كيتطلب منا اتخاذ إجراءات ومضاعفة الجهود والاهتمام بهم وبقضاياهم. لهذا أسألكم السيد الوزير المحترم، ما هي التدابير التي تنوون اتخاذها للحفاظ على الهوية الوطنية والإسلامية لمغاربة سبتة ومليلية؟ وشكرا. شكرا سيدة النائبة. جواب السيد الوزير. سيد الرئيس، السيدة النائبة المحترمة، السادات سيدات والسادة النواب المحترمون، أنا متفق معك أن لازم عناية كاملة بهؤلاء المغاربة القاطنين بهذين الثغرين، ولكن لابد أن نتفق كذلك أن حرص هؤلاء كما حرص الموجودين في البلدان الأخرى من المهاجرين، أو هادو ليسوا مهاجرين ولكنهم في وضعية نعرفها جميعا، هم مغاربة، وعيهم هو الضمانة للحفاظ على هويتهم، علما بأن هذاك المحل فيه واحد الكوروندر، فيه واحد يعني ديال الرياح المذهبية خطير جدا وله تشجيعات من عدة جهات، ونحن واعين بذلك. العمليات اللي كنقوموا بها اللي هي ممكنة هي مع قنوات التواصل والتعاون مع الهيئات القانونية اللي كتمثل المساجد، وكتمحور هذه العمليات في الرفع عن وقفات القيمين الدينيين والعناية بهم، واستفادة جميع الأئمة من لقاءات وبرنامج التأهيل في إطار خطة ميثاق العلماء، استفادة جميع الأئمة والخطباء من نظام التغذية الصحية، استفادة جميع القيمين من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس لنهوض الأعمال الاجتماعية، تقديم دروس محو الأمية، توزيع المصحف المحمدي، انتداب عدد من العلماء والمحاضرين والوعاظ والمرشدين، تأطير الحجاج. هذه العمليات الممكنة، ولكن حنا كنعتمد كما قلت لكم على الوعي ديال هاد الناس والتشبث بالهوية ديالهم، لأن في الحقيقة هذيك هي المناعة اللي كتحميهم وكتحمي الآخرين. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير على تفضلكم بالإجابة. يقول المثل المعروف: لولا القاضي عياد لما ذكر المغرب. والقاضي عياد ما هو إلا سليل إحدى أعرق الأسر المغربية المستوطنة الموجودة في سبتة المحتلة. وعندما نتحدث بجرح وألم عن القاضي عياد، عن سبتة، عن تاريخنا الآليم، عن تاريخنا المحتل، هذا يحيلنا إلى سياسة يعني طمس الهوية الإسلامية والوطنية التي تنتج يعني إدارة الاحتلال هناك، والأخطر ما فيها هو احتلال القلوب والعقول، وهذا ما نحتاج إلى مواجهته. وكما نريد لدرجة أن الآن يتحدثون عن هويات، عن أربع هويات وليس عن هوية واحدة أو هويتين اثنتين، يتحدثون عن هوية يهودية وهوية هندوسية وما إلى ذلك. حتى لا نطلع عليكم، هناك مجموعة من الأمور لابد أن إضافة إلى ما تفضلتم به السيد الوزير ممكن أن نقوم بها، خاصة على مستوى قناة محمد السادس. سيد النائب انتهى الوقت. هل هناك تعقيبات إضافية في هذا السؤال؟ إذن لا أحد.